مشاهدينا كل عام وأنتم بألف خير وفي برنامجكم أهلا بالعيد، أهلا بأجواء العيد والتحضيرات لعيد الفطر السعيد، ودمتم بخير وأمان. ودائما نقول عاده الله علينا باليمن والبركات. اليوم حقيقة سعداء كون أن هذا البرنامج تحت رعاية مميزة من قصر الحواري للعرائس والأزياء، العالم المميز من الأزياء، قصر الحواري للعرائس والأزياء تحديدا في مجمع الحواري التجاري في الطابق الثاني قرب ميدان جمال عبد الناصر في سوق الكرم الجديد. الحلو في الموضوع أن هناك تصاميم خاصة فينا من ضمن مشاغلنا الموجودة في تركيا، وأكيد أنتم اليوم مدعوون لقصر الحواري للعرائس والأزياء. مشاهدينا نشوف الأجواء، نشوف الناس، وفي أكيد جوائز مميزة، خليكم معنا دائما وابدا. كل عام وانتم بألف خير، واكيد مع قصر الحواري للعرائس والازياء دائما. قصر الحواري المكان الافضل لكم سيداتي ولكم يا صبايا لاختيار ازيائكم، وتحديدا للعروسات اللي هن قاعدات بحضرين اليوم، اختاروا قصر الحواري لانه قصر الحواري ليس فقط في طول كرم، بل هو امتداداته تصل الى تركيا بمصانعه ومكاتبه ومشاغله. وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. وانت بخير يا رب. كيف الحال؟ الحمد لله تمام. تعرف عليك؟ رواند عبد الصمد. اهلين يا رواند. رواند اول شيء احكي لي كيف تحضيراتكم للعيد؟ يعني تمام منيح منيح. ماشي الحال؟ ماشي الحال. اليوم برنامجها تحت عي مميز من قصر الحواري، اكيد قصر الحواري للازياء والعرائس كثير مميز. احنا بنحكي عن قصر مميز، يمكن سمعتي فيه اخونا مراد الحواري موجه له كل التحيه. زرتيه من قبل؟ حدا حكى لك عنه؟ لا بسمع فيه كثير. بسمع فيه مميز كثير كمان للصبايا تحديدا، وتحديدا للبنات اللي ببلشن جاهزين لعرسن هذا الصيف، اللي بنقول لها الف مبارك مقدما. ما لك الا قصر الحواري تختاري فستان العروس وفستان السهره وفساتين السواري فقط عن قصر الحواري. نروح للسؤال؟ يلا شوف شو سؤالك وإن شاء الله بتجاوبي إجابة صحيحة. سؤالك بيقول كالتالي: من هي آخر زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المتوفيات؟ في خيارات؟ في خيارات. طيب هل هي السيدة فاطمة رضي الله عنها، السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، السيدة أم سلمة؟ الإجابة الثالثة. أم سلمة؟ تأكدي. طيب الإجابة صحيحة، السيدة أم سلمة رضي الله عنها. تفضل أخونا شريف اللي برافقنا شريف توبي، شكرا لوجودك معنا وكمان عند قصر الحواري تسلم جائزتك. وكل عام وانتم بخير، يعطيكم ألف عافية. دائما وأبدا قصر الحواري للعرائس والأزياء، القصر المميز لعالم مميز للفتيات الباحثات عن الموضة وعن العصرية، أكيد للعروسات اللي قاعدات بحضر حالهن للزواج. ما يلكن إلا قصر الحواري. مراد الحواري نوجه له كل التحية. كل عام وانت بخير. وانت بخير. أعرف عليك ندى أبو شنب. أهلا يا ندى، كيف أمورك؟ الحمد لله. وتحضيراتكم للعيد تمام؟ تمام. يلا إن شاء الله تمام. حضرتوا اليوم، اشتريتوا أواعي العيد، ملابس العيد، كل مستلزمات العيد، ولا لسه بدري؟ لا اشترينا. يلا تمام التمام، ألف مبارك وإن شاء الله دائما نتمنى أنه ينعاد عليكم بالصحة واليمن والبركات. أهلا وسهلا فيك يا ندى. اليوم برنامجها تحت رعاية مميزة من قصر الحواري للعرائس والأزياء، سامعة فيه؟ وين موجود؟ بعرفش، سامعة فيه يعني. سامعة فيه. طيب أنا بقول لك موجود في مجمع الحواري التجاري في الطابق الثاني تحديدا، إذا ركزوا منيح، مجمع الحواري التجاري الطابق الثاني قصر الحواري للعرائس والازياء. ندى بدنا نعطيك سؤال بتجاوب عليه صح راح تاخذي جائزه تمام؟ تمام. يلا سؤالنا بيقول لك كالتالي: ما اسم المعدن الاغلى سعرا في العالم؟ حديد؟ لا. المعدن الاغلى سعرا في العالم. على الخيارات ماشي. يلا هل هو الليثيوم، البوتاسيوم، الراديوم؟ الراديوم. الراديوم. للعلم الراديوم بدخل في التصنيع النووي، فبالتالي هو من أغلى معادن في العالم. إجابة صحيحة. تفضل أخونا شريف توب اللي برافقنا في هذه الجولة ويعطيك جائزتك مباشرة. شكرا لك يا ندى وكل عام وانت بخير. وانتم بخير. دائما وابدا كل عام وانتم بألف خير. اكيد قصر الحواري للعرائس والازياء تحديدا في مجمع الحواري الطابق الثاني. مشاهدينا قصر الحواري له اكيد القدره على التصميم والامتدادات الخارجيه كونه انه له كمان هناك مكاتب ومشاغل داخل تركيا، وبالتالي كل حدا باحث عن تصميم معين ما له الا يلجا لاخونا مراد الحواري لقصر الحواري. كل عام وانت بخير. انت بخير. تعرف عليك؟ دعاء. لين دعاء كيف حالك؟ الحمد لله تمام. كل شيء تمام؟ حضرتوا للعيد ولا لسه دعاء؟
لسه هنا بنشتري. يلا لسه تمام ان شاء الله بتحضر العيد، وده بنشتري ملابس العيد للصبايا تحديدا اللي باحثات عن الموضه. ما يمكن الا قصر الحواري المميز خلال هذه الفتره من شهر رمضان، خلال العام وخلال كل الايام خلال هذا العام، اكيد مع الموضه المختلفه شتويه صيفيه. بس قصر الحواري سامع في قصر الحواري مزبوط. بتعرفي وين موجود مجمع الحواري؟ انا مش من طول كرم ساكنه. طيب منيح، بس موجود يفطر جد، بس بنسى من تحت اظني. جمع الحواري الطابق الثاني عند دوار جمال عبد الناصر، سوق طول كرم الجديد، عنوان وافي وكافي وشافي. اهلا وسهلا فيكي. سؤالنا لك، ما هو اسم ناقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ تعرف شو اسم ناقته؟ ايش هو؟ الناقة جمل تبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يلا على الخيارات، هل اسم الناقة كان اسمها السريعة، المدمرة، القصواء؟ السريعة، المدمرة، القصواء. القصواء. القصواء جواب نهائي. نهائي ها؟ نهائي بعد. خلاص إجابة صحيحة. تفضلي خذي جائزتك من أخونا شريف توب اللي برافقنا في جولتنا، وأهلا وسهلا فيك وكل عام وأنت بخير. انت بخير. قصر الحواري اكيد للعرائس والازياء، القصر المميز لكل العروسات اللي قاعدات بجهزن اكيد في هذه الفتره لعرس، خلال الفتره القادمه خاصه بعد شهر رمضان، ما لكم الا تختاروا بدله العرس من قصر الحواري. كل عام وانت بخير. وانت بخير. تعرف عليكي؟ اسمي بانا فراز. منين يا بانا؟ كيف امورك؟ تمام الحمد لله. كيف رمضان معك وتحضيراتك للعيد؟ ماشي حاله ماشي حاله. حضرت العيد؟ يلا ممتاز. وكيف شايف الجو في طول كرم؟ كثير حلو حلو، يعني اجواء رمضان هون بطول كرم، في ناس وحركه وهيك، لا حلو. يلا انت من وين يا بس يا بانا؟ طول كرم. طول كرم، اهلا وسهلا. طيب اليوم برنامجها تحت رعايه كريمه من قصر الحواري للعرائس والازياء، سامع فيك؟ اهلا. لا صراحه. طيب انا بعرفك عليه، قصر الحواري للعرائس والازياء موجود ببساطه في مجمع الحواري التجاري الطابق الثاني بجانب دوار جمال عبد الناصر في طول كرم. تعرف دوار جمال؟ مزبوط، في سوق طول كرم الجديد. اهلا وسهلا فيك. طبعا الحلو في انه هناك في عنده للعرائس، لا كمان عنده للبنات اللي بدورن على اللبس هيك حلو على الموضه. حلو. حلو جدا، يعني انا بتمنى انك تزوري وتشوفي شو عنده. تمام ان شاء الله. شاطره في الاسئله والاجابات؟ ماشي حالي. يلا نشوف شو السؤال راح يكون لك، ركزي فيه كثير منيح. ما سبب ظهور ظاهره المد والجزر؟ نسمع المد والجزر في البحر. سامع فيها. شو السبب؟ ليش شو بصير؟ تعطوني الخيارات. خيارات يلا. هل السبب خسوف القمر؟ أيوة. كسوف الشمس، أو سببها جاذبية القمر للأرض؟ جاذبية القمر للأرض. جاذبية ثلاث. جاذبية القمر للأرض. متأكدي؟ جواب نهائي. إجابة صحيحة، جاذبية القمر للأرض بصراحة تتسبب في هذه القضية، قضية المد والجزر. تفضل جائزتك من أخونا شريف توبي. شكرا لك. من قصر الحواري تسلم الجائزة، شو بتقولي لهم؟ يسلموا جدا وشكرا. كل عام بخير. وانت بألف خير. مشاهدينا دائما وابدا قصر الحواري للعرائس والأزياء الخيار الأفضل لكنا ايتها، يعني يا صبايا يا بنات. ليش؟ لانه حقيقه انه احنا اليوم بنحكي عن قصر مميز، في الازياء المميزه، وفي ايضا للعرائس والعروسات تحديدا شيء مميز. كل عام وانت بخير. وانت بخير. عرف عليكي؟ جنى عمر. كيف يا جنى؟ الحمد لله بخير. كيف تحضيراتك للعيد؟ الحمد لله منيح. كل شيء تمام؟ تمام. يلا منيح. اليوم كنت معزومه ولا عازمه حالك بالدار؟ لا حازم حالي. عازم حالي بالدار. طيب تمام يا جنى، اهلا وسهلا فيكي. اليوم برنامجها تحت رعايه كريمه من قصر الحواري للعرائس والازياء، سامعه فيك؟ سامعه. في مجمع الحواري الطابق الثاني، اكيد مميزين جدا للبنات اللي قاعدات تدور على لبسة عيد مميزه، للصبايا، للعرائس اللي عندها البدل، بدنا نشتري البدل، ما لكم تختاروا الا قصر الحواري للعرائس والازياء. نروح للسؤال؟ يلا شوف شو سؤالك واهلا وسهلا فيكي. سؤالك بيقول، ما هو الغاز الذي يستخدم لاطفاء الحرائق؟ لما نطفي حريق شو بنستخدم، اي غاز؟ خيارات. يلا، هل هو غاز الاكسجين، غاز الميثالون، غاز ثاني اكسيد الكربون؟ ثاني اكسيد الكربون. غاز ثاني اكسيد الكربون جواب نهائي. نهائي. اجابه صحيحه، غاز ثاني اكسيد الكربون هو من يستخدم لاطفاء الحرائق. تفضلي جائزتك من قصر الحوالي اكيد للعرائس والازياء، وبنحب نقول لك كل عام وانت بخير. وانت بالف خير. قصر الحواري دائما اكيد العرائس والازياء اجواؤنا مستمره خلال فتره التحضير للاعياد حتى ساعات متاخره من الليل، ودائما وابدا خياركم الافضل يا صبايا ويا عروساتنا، ما لكم الا قصر الحواري للعرائس والازياء. كل عام وانت بخير. وانت بالف خير. تعرف عليكي؟ نجد وجه من كفر قرع. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. كيف الاجواء شايفتيها والتحضيرات للعيد؟ والله الحمد لله بتجنن. طول كرم حلوه هاي السنه؟ اكيد.
طول الكرم اكيد حلوه ومميزه فيكم ووجودكم، وكل التحيه لاهلنا من داخل الخط الاخضر من البلدان العربيه والبلدات والقرى العربيه في الداخل، اهلا وسهلا. وفيك اكثر. طيب بدنا نعطيك سؤال، بس قبل نحكي عن قصر الحواري للعرائس والازياء، موجود هون وراكي في مجمع الحواري التجاري اكيد قرب ميدان جمال عبد الناصر، سوق طول الكرم الجديد، مميزين كثير، سمعت فيهم من قبل؟ اذا هي هذا المكان تعرفيه من قبل؟ دائما احنا هون بنشتري من هون، يعني احسن محلات. اكيد مميزين في مجمع الحواري التجاري، واكيد اليوم بنحب نقولكم اهلا وسهلا في الجميع. طيب ست العزيزه، في سؤال بدنا نعطيك اياه، بتجاوبي صح رح تربحي معنا جائزه. ماذا يحتاج النبات للنمو؟ شو بحتاج لما تزرعي نبتي؟ شو بدها؟ مي وشمس وفاي، يعني شو يا شمس يا فاي ومي وتراب وشو؟ الله عليك الله عليك، إجابة صحيحة أكيد، ترب ومياه وضوء شمس ما يحتاجه النبات. تفضل أخونا شريف توبي، سلمها جائزتها من قصر الحواري للعرائس والأزياء، وكل عام. مشاهدينا أجواء مميزة في التحضيرات للعيد، كمان مرة منأكد أنه قصر الحواري للعرائس والأزياء فاتح أبوابه طيلة ساعات الليل خلال هذه الفترة وصولا إلى يوم العيد، عيد الفطر السعيد، أعاد الله علينا باليوم والبركات، كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير وصحة وسلامة. تعرف عليك؟ إيه، رؤية جوجه من كفر قرع. أهلا وسهلا فيك، كيف أمورك؟ والله الحمد لله. تمام والتحضيرات للعيد؟ إيه، إشي بجنن وأجواء ولا أروع من هيك. أكيد مميزين كثير، اليوم برنامجها تحت رعاية كريمة من قصر الحواري للعرائس والأزياء، قصر الحواري في هذا المجمع المميز، مجمع الحواري التجاري في الطابق الثاني تحديدا، وكل التحية لأخونا مراد الحواري. إن شاء الله بتحبك تحضري إشي لأواعي العيد، في عروسة عندكم بدها هيك فستان، ما إلكم إلا قصر الحواري للعرائس والأزياء، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يلا نعطيك سؤال، جاهزة؟ يلا. سؤالنا بيقول ما هي أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط؟ احنا بتعرف فلسطين على البحر الابيض المتوسط، ولكن ما هي اكبر جزيره في هذا البحر؟ بدي خيارات. يلا اعطينا خيارات. الخيارات، هل هي جزيره قبرص، جزيره قينيا، جزيره صقلية؟ صقلية. جزيره صقلية الايطاليه، صحيح؟ صح. اجابه صحيحه، جزيره صقلية الايطاليه هي اكبر جزيره. نعطيها اكيد من قصر الحواري للعرائس والأزياء جائزتك ومن اخونا شريف، كل عام وانت بألف خير. شكرا. مشاهدينا لهون نوصل لختام هذه الحلقه المميزه اللي قدمناها لكم من قصر الحواري للعرائس والأزياء، حقيقه كنا سعداء جدا بالاجواء المميزه والتحضيرات للعيد في برنامج اهلا بالعيد عبر شاشه تلفزيون السلام، واليوم اكيد بنأكد كمان مره انه قصر الحواري للعرائس والأزياء تحديدا في مجمع الحواري التجاري الطابق الثاني، مش كثير العنوان بخربط، لكن الحلو في الموضوع انه احنا اليوم للعروسات اللي هن بدهن يجهزن بدله العرس، او للصبايا اللي بحبن الموضه يكون خيارهم قصر الحواري للعرائس والازياء. دمتم بامان الله، الى اللقاء.